الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة للدولة. وغوتيريش يعرب عن استعداده لتعبئة موارد الأمم المتحدة بشكل كامل لإنقاذ الأرواح في ماريوبل الأوكرانية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية وبجانبه أبطال حياة كريمة وسط حضور أسر شهداء الجيش والشرطة. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن عهده مع الشعب دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات كانت أعظم. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة استنفذت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، قائلا إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ على الدولة. الرئيس السيسي أشار كذلك إلى أن المواطن تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة. كما رحب الرئيس السيسي خلال الحفل بشيوخ سيناء موجها الشكر لهم على التعاون مع الدولة، قائلا إن الدولة تستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء. وأشاد الرئيس السيسي كذلك بالمرأة المصرية، موضحا أنها كانت في طليعة المسيرة ولم تتوانى لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني. We'll be right back.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة تكافل وكرامة بنسبة نمو سنوي 23%، فضلا عن قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص، كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصة في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني، وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي. وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021-2022 بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلا عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة، وكذلك التيسير على المواطنين، وفي ذات السياق تعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام المالي الحالية
فضلا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة. وقد اطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين، والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ 15 من أبريل الجاري، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70,000، كما تم تسجيل ما يزيد عن 210 مليون فاتورة. وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي 18% نتيجة لتقنية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة. وتابع السيد الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية والالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل بدءا من مطلع الشهر الجاري، موجها سيادته بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة بحضور وزراء التموين والتنمية المحلية ووزير الزراعة. كما شدد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام، موجها بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لجميع خطوات وإجراءات الحصاد والتوريد والتأكد من صرف مستحقات المزارعين أولا بأول. وفي سياق آخر شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بحضور وزير المالية وعدد من المسؤولين. من جهته قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد إن الاجتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في سوق الأوراق المالية. وفي ختام الاجتماع رحب رؤساء الصناديق بما تم طرحه، مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل إجراءات التوسع في الاستثمار في البورصة. قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بحالة من السعادة والفرحة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن في مختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 40 لتحرير سيناء. في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 40 لتحرير سيناء، قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بالسعادة والفرحة. وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير في نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم، فضلاً عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة. وفي سياق متصل، شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم في احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 372 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 415 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 381 طن سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 13 طن. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 13 طن سلع غذائية، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 431 قضية من بينها 93 قضية خبز ناقص الوزن و102 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. هذا وقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 5 أطنان من مخدر البانجو ونصف طن من مخدر الحشيش قبل محاولة ترويجها قبل عيد الفطر المبارك. نتابع. محاولات يقوم بها العناصر الإجرامية لإغراق البلاد بالمواد المخدرة استغلالا لفترة الأعياد، لكنها تقابل بضربات أمنية حاسمة من أجهزة وزارة الداخلية تسهم في إحباطها وتحمي البلاد من مخاطرها. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق الغرب قناة السويس لترويجها على عملائه بكافة المحافظات قبل عيد الفطر المبارك، وأعدوا لذلك مخازن سرية بعدد من سيارات النقل بهدف إخفائها عن أعين الأجهزة الأمنية. باستخدام التقنيات الحديثة وفي ضوء عمليات الرصد والمتابعة الميدانية وبمشاركة مديريات أمن السويس وجنوب سيناء والدقهلية، استهدفت الإدارة عناصر التشكيل وسيارات النقل المستخدمة في نقل المواد المخدرة واستطاعت كشف المخازن السرية. ونجحت الإدارة وفي ضربة أمنية قوية في ضبط 3 أطنان من مخدر البانجو ونصف طن من مخدر الحشيش و200 كيلوغرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الأفيون تزن 10 كيلوغرامات، وضبط 4 سيارات نقل بمقطورة وسيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، كما تم ضبط قرابة 1,000,000 جنيه بحوزة عناصر التشكيل الذين تم ضبطهم وهواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 44 مليون جنيه. كما تمكنت الإدارة بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية والجهات المعنية من ضبط طن ونصف من مخدر البانجو تقدر قيمتها المالية بمليون وخمسمائة ألف جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المواد المخدرة المضبوطة 45 مليون وخمسمائة ألف جنيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة مستعدة لتعبئة مواردها للمساعدة في فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا. وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر غوتيريش عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مضيفا أن النزاعات لا بد أن تحل عبر الأمم المتحدة. أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بذور المشكلة في أوكرانيا ظهرت منذ عام 2014. وأضاف بوتين أن ميثاق الأمم المتحدة هو الأساس في العلاقات الدولية. كما أشار بوتين إلى أن روسيا وأوكرانيا تواصلان المحادثات عبر الإنترنت، معربا عن أمله أن تفضي المحادثات إلى نتيجة إيجابية. من جهته شدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة الماسة لفتح ممرات إنسانية
عالمية مدعومة من كل أطراف النزاع، مقترحاً توحيد جهود الأمم المتحدة والصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا لإجلاء المدنيين عن مصنع أزوفستال. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة إلى روسيا من موسكو وكييف بالتعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اقترح غوتيريش تشكيل مجموعة اتصال تجمع كل من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة للبحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من السابق لأوانه الحديث عن وسطاء في المفاوضات بين موسكو وكييف. وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب لافروف عن استعداد موسكو للمفاوضات في حال توفرت اقتراحات مثيرة للاهتمام حسب قوله. وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الشكر إلى الدول التي قدمت المساعدة لأوكرانيا، قائلا إن الجهود المبذولة أحدثت فرقا في ساحة المعركة. وبشأن الموقف الألماني، قال أوستن إن ألمانيا أعلنت للتو عزمها إرسال 50 مركبة مدرعة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، موضحا أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية عزمها تزويد أوكرانيا بقدرات إضافية مضادة للطائرات. أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته خاضت اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة غدوة في جنوب مدينة سبها. وأوضح الجيش الليبي أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين ينتمون للتنظيم الإرهابي وإلحاق خسائر بصفوف المسلحين. كما أشار بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إلى أن الوحدات العسكرية طوقت كامل المنطقة وبدأت بتمشيطها للقبض على ما تبقى من تلك الجماعات الإرهابية. قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن تنظيم داعش الإرهابي تلقى ضربة موجعة أسفرت عن مقتل عشرات من التنظيم في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأشار المتحدث إلى القضاء على ما يسمى بولاية دجلة جنوبي الموصل، لافتا إلى أن العمليات مستمرة لملاحقة فلول العناصر الإرهابية في هذه المناطق، فضلا عن استمرار الضربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو الوديان أو المناطق الصحراوية. تبنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، حيث سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني. يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس السيسي شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، وذلك لتطوير الرؤى والمقترحات البناءة في إطار من التفاعل الوطني بين مختلف القوى السياسية والشبابية. وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن الحوار يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وفي ضوء استعداد مصر لاستضافة عدد من الأحداث العالمية الهامة خلال الفترة القادمة. كما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش، وذلك ضمن عدد من الآليات التي سوف تتبناها الأكاديمية لتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني وتعظيم قيمة مخرجاته. وفي
في إطار ملف حياة كريمة، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية الخليج بمركز ومدينة المنصورة. وتشمل القافلة جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان. يتم تنفيذ القوافل العلاجية بمحافظة الدقهلية بمعدل 6 قوافل شهريا. القوافل تتميز بتوفير خدمة الأخصائي للمرضى. بنعمل في المناطق النائية والمحرومة والمحتاجة خدمات طبية والقرى الأكثر فقرا والتي تبعد عن المستشفيات من حدود 15 إلى 20 كيلو. تشمل جميع تخصصات الكشف والعلاج بالمجان. عندنا تخصصات البطنة والأطفال والنساء والجراحة والمسالك والأنف والأذن والأسنان وتنظيم الأسرة. شهدت محافظة قنا إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لأعمال الإحلال والتجديد لمحطتي مياه شرب بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوس ومحطة رفع صرف صحي في قوس. وأوضح محافظ قنا أن الطاقة الإنتاجية لمحطة المياه بلغت 80 لترا لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، وتخدم نحو 50 ألف نسمة من أهالي جزيرة مطيرة وتوابعها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة. وأكدت وزارة الداخلية أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مشددة على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد لم تشهد أي تغيير. تواصل الدولة طرح كميات كبيرة من كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، كما تتوافر الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة بجودة عالية وبأسعار أقل ب 30% عن مثيلاتها في الأسواق. طقس مصري وعادة حاضرة قبيل انتهاء شهر رمضان الكريم من كل عام، شراء كعك العيد ابتهاجا بإتمام الصيام واحتفالا بعيد الفطر المبارك. فمع ارتفاع أسعاره بالأسواق تطرح الدولة كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% من أجل إتاحته للمواطن بسعر مناسب. بالنسبة طبعا ضخ كميات، يعني طبعا السنة دي منزلين كميات كبيرة جدا من الكعك لكل المواقع بالشركة أو بكل شركات قطاع القبض تبع وزارة التموين، منزلين كميات كبيرة جدا بنضخها يوميا. طبعا لازم طبعا تبقى الحاجة فيه طازة يوميا للمستهلك. بالنسبة للأسعار طبعا احنا مخفضين الأسعار حوالي من 30-35%. دايما وأبدا المجمعات الاستهلاكية بقى لها فترة هي زراعة الأمان للمواطنين دلوقتي، لأن بيتم ضخ كميات كبيرة جدا عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة في المجمعات. كل مناسبة على حدة لها حاجتها، فإحنا دلوقتي داخلين على العيد الصغير بيتم ضخ كميات كبيرة جدا من الكحك والبسكويت بأسعار تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 20-25%. قياسا باللي بره والله إن الأسعار في المتناول يعني كويس يعني. وعلى جانب آخر تجد الأسماك الطازجة والمجمدة فضلا عن الرنجة والفسيخ تتوافر داخل 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات بجودة عالية وأسعار أقل بثلاث 30% عن مثيلاتها، حيث يحرص المصريون على تناولها أول أيام عيد الفطر المبارك. بنقدم تشكيلة رائعة من الأسماك الفاخرة والشعبية والأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، وعندنا كميات ضخمة ضخينا من أول شهر رمضان بناء على التعليمات اللي بتجيلنا حضرتك من أول الشهر. عادة مصرية أصيلة تمتلئ بها البيوت ترتبط بعيد الفطر المبارك، وتحركات حكومية من أجل توفير بدائل لكافة الاحتياجات هذه الأيام بأسعار تناسب المواطن. سالي سالم، التلفزيون المصري.
قام رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندري زاكي ومعه وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية بتهنئة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر وزارة الأوقاف. وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير لتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر. وأكد الوزير أن التهنئة تعكس مدى قوة العلاقة، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب ديني ووطني. نؤكد جميعا أننا جميعا لهذا الوطن نعمل معا، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا. وكان من حسن الطالع اليوم أن احنا حقيقة شرفت بإقدام كتاب عقد المواطنة، واتفقنا أن مع الدكتور بإذن الله أن احنا بعد موسم بعد فترة الأعياد نعقد حوار مفتوحا مطولا في ندوة موسعة حول هذا الكتاب عقد المواطنة. أنا هنا أشعر أني مواطن، وأن تشعر أنك مواطن في بلدك هو ده أهم شيء. فشكرا لفخامة الرئيس الذي أسس دولة المواطنة، وشكرا لمعالي الوزير اللي في كل مرة بيزورنا أو بنزوره بتتعمق علاقتنا. احنا بنقول في مصر نموذج للعيش المشترك فريد ونموذج مهم يجب دراسته، ودي حقيقة لا نبالغ فيها. كل المصريين مواطنين على مسافة واحدة، وبنعيش يعني مجتمع كله أخوة وكله محبة. وده يمكن يعني فخامة السيد رئيس الجمهورية دايما بيأكد عليه وحريص عليه، وكلنا طبعا بننفذ هذه التوجيهات وبنعيش فعلا هذا الجو اللي ينعم بالأمان والاستقرار والمحبة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. انتهت نشرة التاسعة وبقي التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة للدولة. غوتيريش يعرب عن استعداده لتعبئة موارد الأمم المتحدة بشكل كامل لإنقاذ الأرواح في ماريوبول الأوكرانية.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال متواصلة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا إلهام؟ عاملين كل ايه؟ كل سنة وانت طيب. وانتم طيبين المصريين جميعا بخير. يعني انتهاء شهر رمضان وفي أعياد يعني مسيحيين والعيد الفطر قريب، فالأعياد في مصر دايما يا رب. مع انه رمضان ده ما لحقش يبدأ يا جماعة. الله يدوب كل مره. الحمد لله الجو كان حلو طول الشهر. الحمد لله. وانت النهارده كنت حاضر حفل افطار الاسره المصريه. كان ليا الشرف تحت رعايه الرئيس السيسي. احنا عارفين انت الحلقه كلها اكيد مخصصه لل جزء كبير جدا. طبعا من الحلقه مخصص على تفاصيل مدار في افطار الاسره المصريه، وتحديدا كلمه الرئيس، لان هو عمليا كان الافطار متمحور حول كلمه الرئيس والحضور، لأنه كان في هناك حضور لافت واللي ما يلتفتش. احنا شفنا فعلا صور، شفنا الحضور كان متنوع جدا، ويعني كان في وجوه بقالنا فتره حتى ما شفناهاش. بالظبط كده. بالظبط كده. هنتابع معاك بقى كل التفاصيل ان شاء الله اللي حصلت في الفطار خلال البرنامج التاسع. كل التوفيق ان شاء الله. مش عايز تقولي انت حصل في الفطار النهارده؟ طيب يا يوسف كل التوفيق. براءه المره دي جايات كتير. شكرا ليكم، واستاذنكم نبدا فقراتنا.